بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور وستين، يوم الاحد 22/3/2020 الساعه 1:28 صباحا، مع تحديثات ارقام كورونا في مصر. عدد المصابين 294، يعني زاد في اليوم 11 مصاب. عدد المتعافين 41، يعني زادوا 2 متعافين. عدد المتوفين 10، يعني زادوا 2. هقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين. رقم محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق، شكرا. وصلوا ربنا يسترها ويعدي الفترة دي على خير، آمين.